إدارة جامعة الكفيل. هذه الجامعة التي استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة أن تنهض وتكون جامعة يشار لها بالبنان، جامعة متكاملة، جامعة بها من أجهزة ومعدات تستحق أن تكون جامعة نفتخر بها، جامعة عراقية بهذه الإمكانيات التي سوف تقدم خدمة ليس فقط لأبنائها إنما لبلدنا وللتعليم. وهذه الإمكانيات التي بالجامعة دفعتنا لتوقيع اتفاقية تعاون ما بين جامعة المثنى وجامعة الكفيل، وإن شاء الله هذه الاتفاقية سوف تنهض من الجامعتين في البرامج العلمية والتصنيفات العالمية. نفتخر بهذه الجامعة، نفتخر مما شاهدناه من مباني وإمكانيات لا توجد ليس فقط في العراق إنما في الدول العربية. جامعة تحاكي الجامعات العالمية في كل شيء. أتب العباسية شاهدنا بها مجروحة، مشاريعها هي مشاريع هادفة، الغاية من مشاريعها هي خدمة المجتمع وخدمة المواطن وليس المشاريع الربحية. والدليل على ذلك هذه الجامعات، جامعة العميد وجامعة الكفيل، كلها جامعات تخدم المجتمع وتخدم المواطن العراقي. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.